وانا اكدت وفي توافق الحقيقه، سواء كان في حديثي مع الرئيس بايدن في هذا الامر ان انا قلت له ان هذا الامر خطير، وهو اكد لي ان هو لن يسمح ايضا بتهجير قسري خارج القطاع، وهنا ايضا هذا الامر تم تجديده مع اصدقائنا المسؤولين رئيس دولة اسبانيا ورئيس دولة بلجيكا على اهمية عدم التهجير القسري الى خارج القطاع. وانا من جانبي في مصر انا اكدت ده امبارح وبقوله النهارده ان احنا في مصر لن نسمح بذلك. احنا استقبلنا 9 ملايين، وده امر كان نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف اللي موجودة في قطاع غزة. اللي استقبلناهم عندهم مشاكل في بلادهم، مشاكل أمنية زي سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، السودان، لكن بلادهم موجودة محدش هياخدها. لكن القطاع حاجة أمر مختلف خالص، وبالتالي ده أمر احنا قلنا ان ده بالنسبة لنا أمر لن نسمح به ولن نقبله، أولا للتهجير القسري أو لتصفية القضية الفلسطينية. وده في توافق دولي وتواجدت تفاهم حقيقي من الأصدقاء تجاه هذا الموضوع المهم أيضا. إذن المرحلة الآنية أو المرحلة العاجلة اللي احنا بنتكلم فيها هي مرحلة احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات. وأنا بقول مرة تانية مصر بكل تواضع قدمت حتى الآن ما يقرب من 75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم ظروفنا الاقتصادية. لكن هنا بنتكلم على أن المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة مهم جدا أن يدخل مساعدات تكفي لإعاشة 2.3 مليون. معبر رفح لم يغلق ولن يغلق عشان نسمح بدخول المساعدات وخروج أيضا الرهائن والأسرى وأيضا الجنسيات اللي احنا خلال الفترة اللي فاتت عملنا على أنها تخرج من كل الدول الصديقة أو كل الدول اللي كان لها رعاية مزدوجة جنسية أو رعاية داخل القطاع. احنا بنتكلم عن أكثر من 30 دولة، ومن جانبنا احنا ما عطلناش أبدا خروج الرعاية ديت لأن كان الأمر مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي على خروج هذه الرعاية والقوائم اللي بتصدق عليها بهذا الإطار.